جانا كلكم كان بدكم تعرفوا مين الشاب يلي تركني وراح مزبوط؟ ايه بس شو علاقة هالشي؟ جانا هداك هو الشاب؟ أجيت أجيت وين شال العرس؟ مشان حفلة توديع والتاج. كل شي صار جاهز، رايح أجيبه. نادي أبو العروس كمان. رايح نادي. إيه بس كل هاد؟ أنا شكيت وقت خبرتيني إنه اسم أخوه لمرت أخوكي هو أجيت، بس كنت حابة أتأكد قبل، لهيك ضليت ساكتة. وبعدين تذكرت إنك قلتيلي إنه بيت أهلها بشاسترناغار، وأجيت كمان ساكن بشاسترناغار. قلت مستحيل يكون في هيك صدفة، لهيك جيت لهون لحتى أتأكد. وشكي طلع بمحله. سواتي انتي سواتي. لا جانا، طول سنتين كنت هادية، بس هلا ما رح ارتاح. ليش كان عم يتسلى فيني سنتين كاملين وبعدين بيتركني فجأة وبيروح؟ سواتي انتي معك حق، بس ما بصير تحكي كل يلي صار هيك قدام الناس. لا جانا، انا مستعدة لكل شيء. سواتي انسي وفكري بحالك شوي، بس فكري بحالك. بكره رح تتجوزي، خطوه واحده غلط بتدمر لك كل حياتك بعدها. شو ما كان انا لازم احكي معه هلا. ماشي، انا رح اعمل كل جهدي لتشوفي اجيت على انفراد. لا تبكي ولا تقلقي. ماما؟ نعم. ليش واقفة؟ تعالي الكل ناظرينك. اسمعي. نعم. بنت حماكي، شو بتكون عم تقلها؟ مين هالبنت؟ مين ماما؟ مو مبين إنها من طرفنا. ماما بس مين ما كانت تكون، يمكن من طرف العروس. ماما انسيها وتعالي. يلا ماشي. يلا ممكن؟ كان بدي أحكي معك شوي، فيك تيجي معي بس دقيقتين؟ بس هلأ؟ أرجوك تعال معي، الموضوع مهم. هلأ تعرف شو هو؟ ماشي. عفوا. لوين أخذته رايحة؟ أنا لازم أعرف شو فيه. ممكن أعرف هلأ شو هالموضوع هاد؟ أجيت بصراحة رفيقتي هون بدها تشوفك وتحكي معك كلمتين. أجيت، أنت تركتني بعد ما ضحكت علي، بتفاجأ اليوم أنك عم تتجوز وكأنه ما كان في شي بيناتنا. بس اليوم مانو يوم حظك، مانك محظوظ لأنه بنت حماها لأختك بتكون رفيقتي. واليوم أنا شفت وشك، شفته على حقيقته. ممتاز ممتاز، اليوم شفتي وجهي على حقيقته. أنت ممكن تقولي لي شو بدك مني يا حلوة؟ بدي توضيح. أجيت، انت كذبت علي وغشيتني كتير. سواتي 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 حبيبتي، بترجاكي لا تكبري الموضوع كتير. ماشي منيح سواتي، صحيح انه الحب اوقات بيكون شي حلو كتير، بس بصراحة الحب شي
انه يتحول لزواج شي تاني. بالزواج الكل بيفكروا بالامان مثل ما فكرتي انت. ليش بدك ياني؟ مو لحتى اقدر امن لك حياه مستقره وامنه؟ صح؟ بس انت شو رح تقدري تعطيني بالمقابل ها؟ الزواج معادله ومستحيله الحل. شو بتقصد بهالحكي؟ سواتي انا قصدي انه مانيشا يلي انا بدي اتجوزها هلا هي البنت الوحيده والغنوجه لاهلها، هن ناس اغنيا فوق ما تتخيلي. عندهم محلات كثير بمومباي، عندهم شقق كثير واملاك، وكل هالمحلات رح يصيروا الي بعد الزواج طبعا. البيت يلي بيملكوا بمالاد صار من هلا الي. فيك تقولي انت هلا معقول نترك هيك فرصة كبيرة وحلوة بهالسهولة هي؟ انت فيكي تعطيني هيك فرصة بهالحياة؟ تسمحي لي اعطيكي نصيحة مشان انت ترتاحي؟ انا بقترح عليك تلاقي شاب غني كتير لتأمني حياتك. انسي كل يلي كان بيناتنا وعيشي حياتك مثل ما بدك، انبسطي وانسي انه في شيء اسمه حب. باي. سواتي انا في عندي طلب اخير. بما انك اجيتي كلي وبعدين روحي. انتبهي. باي. انتبهي سواتي. سواتي أجيت؟ ها؟ ابني شوفي اللي في شي مشكلة؟ لا أبدا ما في مشكلة أبدا، لا تخافي من شي أبدا، ما في شي ماما، خلص وثقي فيني. صار الوقت مشان الطقوس، نادوا العريس والعروس. يلا يلا يلا, يلا. ليكي سواتي حفل الزفاف رح يبلش، بترجاكي اهدي. كيف جانا؟ كيف بدك يعني اهدى يعني؟ أجيت دمر لي كل حياتي وحمل حاله وراح ومانو ندمان ولا على اي شيء. لا انا ما رح اسكت له. لا لا سواتي مو هيك قدام الناس. ما رح احكي غير قدام الناس، واللي بده يصير يصير، بس هو عنده كرامه وانا شو ما عندي. سواتي خلاص جانا اتركيني. سواتي ما سواتي ما بصير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.